السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان صلاة الجمعة. حكم صلاة الجمعة واجبة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الآية التاسعة من سورة الجمعة، وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. وقول صلى الله عليه وسلم أيضا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وهذا حديث رواه أبو داود. وقال طارق ابن شهاب: رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. أما في مشروعية والحكمة من صلاة الجمعة، فمن الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية أول كل أسبوع في مكان واحد، لتلتقي كل ما يجد ويحدث من قرارات وبيانات يصدرها إمام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم، وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ما يحملهم على النهوض بواجباتهم ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع. وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها، إذ من شروطها القرية والجماعة والمسجد وتوحيده والخطبة وكونها من الخليفة أو الوالي، وتحريم الكلام أثنائها وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض، لأن تكليف هؤلاء غير تام وليسوا بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤوليات وتكاليف. وفضل يوم الجمعة: فيوم الجمعة يوم فاضل وعظيم ومن خير أيام الدنيا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وهذا حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له، فيكثر فيه من الصالحات ويبتعد فيه عن جميع السيئات. هكذا انتهت حلقة اليوم التي تحدثنا فيها عن حكم ومشروعية وحكمة صلاة الجمعة. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.